رياضة سباقات الهجن في هذه المنافسة المسائية الجميلة التي تحمل شعارات أبناء القبائل الذين يتنافسون على كسب الناموس والانتصار والفوز الذي يطمح ويطمع له الجميع. ينطلق شوطنا الثامن بحفظ من الله وتوفيقه حاملا منافسات الجعدان المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين. أبدأ وأسير مباشرة إلى المركز الأول ليتابع المقدمة والصدارة، فمن أجد على المقدمة من أجد على المركز الأول. هناك بالانطلاق الممتاز، هناك الثابت ثابت على الصدارة على المركز الأول لسلطان بن طهميمة بن كردوس العامري يتواجد مع مقدمة هذا الشوط. انتقل وأتحول إلى المركز الثاني وهناك الطياري، الطياري قادم لعبد الله بن هضبان بن مبارك العامري. انتقل إلى المركز الثالث غازي واصلا بشعار محمد بن سهيل بس غير القرموش العامري. ياتي مع المركز الثالث بينما رابعا حضورا من بحار، ابحر بحار في هذه اللحظات وبشعار حمد بن سالم بوسم العامري يتواجد على المرتبة الرابعة، بينما المركز الخامس والحضور من العالمي، العالمي القادم بشعار سعيد بن خليفة بن شطيط العويسي يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز السادس والحضور الممتاز على سادس المراكز. هناك من الجانب الآخر، من الجانب الآخر يحضر فيه، يحضر فيه ويتقدم. هناك متعب، متعب بشعار، بشعار راشد بن سعيد بن عمر الشامسي، ولكن التسلل يبدأ من الرسمي، الرسمي في هذا الحضور الرسمي. يتقدم الرسمي ويتقدم سالم بن مهنا بن نوبي المحرمي، ياتي بهذا الاداء الكبير والتقدم. وصل حمال، وصل حمال وتحرك شعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. يتواصل الواثق بهذه الانطلاقه، ولكن القدوم على المركز الثامن من شاهين لمحمد بن سعيد بن حمد الدرعي وتاسع المراكز. هناك بحضور وانطلاقة العالمي لمحمد بن علي بن سعيد الاكتبي المركز العاشر، وهناك الحضور على المركز التاسع يصل في هذه اللحظات مع تاسع المراكز. هو سند لمحمد بن علي بن دري المنصوري، وعاشرا يبدأ مع سياف علي بن سعيد بن سالم الزرعي في هذه المنافسة، في هذا التحدي، في هذه الانطلاقة الكبيرة. ولكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الرسمي الذي يتقدم، الذي تحرك إلى مقدمة هذا الشوط لسالم بن مهنا بن نوبي المحرمي. ينطلق على الصدارة، ينطلق على المقدمة، ينطلق على المركز الأول هناك على الصدارة. أما المركز الثاني فأرى قدوم، أرى قدوم من همال لحمد بن راشد بن غدير، يتقدم مع همال، يتقدم مع همال. وشقموم، شقموم القادم، شقموم والتسلل هناك من شعار الصعب مع صايب لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. يتقدم الصعب المركز الثاني، شقموم لجويعد بن فهيد بن ناصر العجمي المركز الثالث.
المركز الثالث هناك هملول سالم بن السهيل بالطماطم الاعفاري. المركز الرابع مهاجر لسالم بن سعيد بن محمد بن حمدش الاخيلي. يتقدمون ويتحركون المجازفين في هذا الانطلاق. ووصول ايضا وصول وتحرك جميل من متعب لراشد بن قانم بن مسفر المنصوري بالقوبع 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 بالقوبع. ولكن الله شاهدوا وتابعوا هذا السيل الجارف. تابعوا هذه الجعدان التي تنطلق في كيلو الامتحان في أرضية هذا الميدان وفي هذا المكان. لكن من غير وصل في هذه اللحظات؟ وصل نجد، وصل منصور بن ناصر بن سرود الخيلي يتقدم في هذه اللحظات، وبن حمدش من الجانب الآخر. لكن شوفوا لي بالقوبع اللي بدأ يتحرك متعب. راشد بن غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري. اشتدت المنافسة ولعت المنافسة يا جماعة. لكن بن سرود الى الرماح حتى هذه اللحظات مقر الانتصار والنجاح. يتقدمون ابناء الرماح، ولكني ارى هجوم من الطاير من الذيب ولا القادم الطاير. سعيد بن خليفة بن زهرة وبن سرود وبن سالمين اللحظات الأخيرة. ولكن تهانينا والناموس إلى مالك نجدة منصور بن ناصر بن سرود الخيلي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل الطاير لسعيد بن خليفة بن زاهرة الخيلي. المركز الثالث كان حاضرا هناك مع انطلاقة السمهوي حامد بن محمد بن سالمين العامري. المركز الرابع كان الجارح علي بن عبيد بن مخيط رشيد الكتبي. المركز الخامس، ونعود الى التوقيت الزمني 7:21 اربعة اجزاء من الثانية، تهانينا لمالك نجد منصور بن ناصر بن سرود الخيلي. المركز الثاني كان حاضرا فيه هناك الطاير سعيد بن خليفة بن زهرة الخيلي، والتوقيت الزمني المرافق للمركز الثاني 7:21 خمسة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث سمهوي حامد بن محمد بن سالمين العامري، وتوقيته الزمني من حصل على المركز الثالث في هذا الانطلاق 7:21 وستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع. وصلنا إلى التتويج للفائزين برموز هذا اليوم الخاص بسن اللقاية من خلال انطلاق